فقال: يا طلحة؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أناشدك الله جل وعلا، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يقول: ليأخذ كل منكم بيد جليسه؟ وقام النبي وأخذ بيدي، وقال: عثمان جليسي في الدنيا والآخرة. عشر سنوات كما أخبرتكم، والأرض مستقرة في عهد عثمان، في خلافة عثمان. بدأت الفتنة على يد شخص اسمه عبد الله بن سبأ، يمني من صنعاء يهودي، طبعا ادعى الإسلام ودخل الإسلام ادعاء، أسلم عبد الله بن سبأ متنكرا، بدأ يتحرك إلى بلاد المسلمين. طبعا بدأ بالمدينة، لكن ما استطاع أنه يحرك الفتنة في المدينة لأن المدينة راسخة. ثم ذهب إلى الشام وما استطاع أيضا لوجود معاوية، ومنها على البصرة، ثم على الكوفة، ومنها على مصر واليمن، كان يجهز للفتنة. الأمة كانت قوية شامخة، عبد الله بن سبأ كان يدعمه الروم، فيه دلائل على ذلك، منها أنه ما حصلت معركة بين المسلمين والرومان إلا يوجد عبد الله بن سبأ موجود في ذلك المكان. معركة ذات الصواري كان موجودا على حدود الشام، وكان ينقل الأخبار لهم. والأكثر أيضا لم يكن يعرف أن عبد الله بن سبأ يملك أموالا، وأصبح عنده مال، هذا المال بل كثرت أمواله، وأصبح ينفق ويعطي أتباعه. من أين له هذا المال؟ لكنه توجه إلى الكوفة وإلى البصرة، فكون أناس ثائرين. طبعا جاء من وافقه على هوى، بعض الناس كانوا لا يريد أصلا عثمان ويشككون في بيعة عثمان، وبعض الناس كان جاهلا رعاع لا يفهم الحق من الباطل، فدخل مع عبد الله بن سبأ على ما كان ينادي عليه، كون له أتباع، ثم ذهب إلى مصر واستقر فيها، أخذ يشعل الفتنة. فكان أول الفتنة مقتل من؟ قبل عثمان، مقتل عمر رضي الله عنه. فبدأ يحرك الفتنة ثاني مرة. كان ما يقال عن عثمان أباطيل وأكاذيب، أشاع إشاعات كثيرة، وافترى على عثمان فرى كثيرة. قال مثلا عن عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، وتكلم عن قضية جمع القرآن وأن عثمان حرق المصاحف. طبعا عثمان لما جاءه أبو ذر الغفاري في غزوة اليمامة قال له: إننا نسمع أن الناس بدأوا يقولون المصحف الذي عندي أصح من المصحف الذي عندك، كانت نسخ متعددة. فخشي عثمان أن الناس يكون بينهم فتنة ويقعون في الكفر، فقال: اجمعوا المصحف مصحفا واحدا. كانت النسخة موجودة عند من؟ عند حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب. ثم أمر عثمان أن تحرق بقية النسخ، ثم ينسخ نسخ متعددة ويرسل إلى الحجاز، إلى مكة، إلى المدينة، إلى الشام، إلى مصر، إلى الكوفة. فاتهموا عثمان بن عفان بهذه مثلا التهمة وغيرها من التهم التي قالوها عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا أشياء كثيرة. يقال أن عبد الله بن عمر كان جالس، ثم جاءه رجل من مصر، هذا أيضا فيه رد على أولئك، قال: أيم الرجل هذا طبعا ما يعرف الصحابة، قال: أيم منكم شهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عمر: أنا. قال الرجل: إني سائلك ومشدد عليك المسألة فاصدقني. قال: اسأل. قال: هل تعلم أن عثمان تخلف عن يوم بدر؟ قال عبد الله: نعم. قال: هل تعلم أن عثمان فر في يوم أحد؟ قال عبد الله: نعم. قال: هل تعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال عبد الله: نعم. قال الرجل: الله أكبر، يتوقع أنه انتصر. قال عبد الله بن عمر: طيب اجلس اجلس، خلني أبين لك الأمر، أنت سمعت كلاما عاما لكن اسمع التفصيل، اجلس. قال: أما تخلفه عن بدر فلأنه كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وكانت مريضة، فأخبره الرسول أن يجلس ولا يخرج معهم. وأيضا غزوة بدر لما خرج الرسول الصحابة، هل هم خرجوا للحرب ولا خرجوا للعير؟ خرجوا للعير، ما خرجوا يحاربون، هذا الأمر الأول. وأما ما يتعلق بفراره يوم أحد، كل الذين كانوا في تلك المعركة لما ظنوا أن رسول الله قتل كلهم رجعوا، رجعوا لقصد أن يحموا المدينة، مو بلقصد الخوف والفرار. وأنزل الله مع ذلك فيهم: ولقد عفى الله إيش عنهم، أفيعفو الله عنهم ولا نعفو نحن عنهم؟ ثم قال: أما بيعة الرضوان، أو تعلم أنه كان يفاوض قريش؟ عثمان كان عندهم، كان عند قريش يفاوضهم، فما كان فقط منه
كما تقول أنه ذهب بل كان يفاوض أولاك، ثم توقف الرجل وعلم أن ما يقال عن عثمان رضي الله عنه إنما كان يقال فرية عليه رضي الله عنه وأرضاه. لما انتشرت الفتنة ظهرت وتميزت، اتفق عبد الله بن سبأ مع الرومان على أنهم يساندونه بأموالهم وقوتهم ليستطيع أن يسقط عثمان رضي الله عنه. طبعا كان هدف عبد الله بن سبأ أن تسقط الخلافة. ماذا فعل عبد الله بن سبأ؟ لما أراد أن يرسل الناس أخذ يوصي أتباعه بثلاثة بنود. شوفوا حال المنافقين، والله العظيم إن صفة اليهود وأهل النفاق هي في كل زمان وفي كل مكان. ذهب المدينة وذهب الشام، ثم توجه للكوفة والبصرة فعمل منها قواعد ليقضي على الإسلام، ثم استقر في مصر. وضع ثلاث ضوابط، ثلاث مهمات. أولا قال لأتباعه: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى تستميلوا الناس. خبيث أليم. الأمر الثاني قال: ألبوا الناس على ولاة الأمر وخصوصا عثمان، يقصد الذين ولاهم عثمان على الأمصار وخصوصا عثمان أيضا في المدينة. ثم قال: طالبوا بعزل عثمان لأنه لا يصلح للخلافة، وقد تم وأخذها بغير وجه حق، يقول ذلك عن عثمان رضي الله عنه. والي الكوفة الوليد بن عقبة رجل عظيم، لكنه اتهم، أقام الحد على شباب شربوا الخمر، مجموعة شباب، ثم ألبهم عبد الله بن سبأ، قال: اذهبوا إلى عثمان واشتكوا عليه وقولوا له أنه يشرب الخمر. فاتهموا الوليد بن عقبة عند عثمان أن يشرب الخمر، وحلفوا وأقسموا بالله وآتوا يشهدون، ثم أزاله عثمان بن عفان وأقام عليه الحد. طبعا عزله ولا سعيد بن العاص مكانه. لما جاء سعيد بن العاص يدخل إلى الكوفة خرجوا عليه بالسيوف، قالوا: والله لا تدخل علينا أبدا أميرا. فرجع سعيد قال: يا عثمان إنك أرسلتني إلى أناس لا يريدوني، طردوني. قال: من يريدون؟ قال: إنهم يريدون أبو موسى الأشعري. نادى أبو موسى قال: تعال اذهب إلى الكوفة فإنهم يريدونك أن تكون واليا عليهم. أبو موسى الأشعري يقول: لما دخلت بايعوني، ثم قالوا: نريدك أن تصلي بنا. قال: والله لا أصلي بكم إلا على السمع والطاعة لعثمان. وأبو موسى كان صوته جميلا كما تعرفون، فبايعوا على السمع والطاعة لعثمان. طبعا بعث عثمان لهم رسالة إلى أهل الكوفة، قرأها الصالحون فبكوا، قرأها الثائرون فزادوا حنقا وكرها لعثمان. قال لهم: يا أهل الكوفة، أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترته وأعفيتكم من سعيد، والله لأفرشن لكم عرضي. عرضي في بعض العلماء يقول يعني مكانتي، ولا أبذلن لكم صدري، ولا أستصلحنكم بجهدي، فلا تدعوني إلى شيء أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا أعطيتكم إياه حتى لا يكون لكم علي حجة. فقام عبد الله بن سبأ يحرف هذا الكلام، فوصل الكلام إلى المدينة إلى عثمان. عثمان لما وصل الكلام تضايق، جمع كبار الصحابة، فلما اجتمعوا قال: أشيروا علي، الفتنة بدأت تظهر، أشيروا علي ماذا أصنع. طبعا عبد الله بن سبأ غير طالع في الصورة، متخفي يعمل تحت الظل في الكهوف. لما استشار الصحابة الكبار قالوا: أرسل كبار الصحابة إلى الأمصار يهدئون الناس وينظرون ما الأمر. قال: حسن. اسمعوا الأسماء اللي اختارها. اختار عمار بن ياسر إلى مصر في كوكبة من الصحابة، قال: رح إلى مصر هدئهم. واختار القعقاع ابن عمرو لوين، القعقاع وين يصلح له؟ الفتنة في الكوفة. قال: أنت القعقاع بطل صنديد، رح للكوفة. وأرسل معه محمد بن مسلمة، وبعث إلى الشام عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبعث أسامة بن زيد إلى البصرة. قال: اجمعوا الناس ثم انظروا وش الأمر، لماذا هذا الكلام يدور. طبعا عبد الله بن سبأ لما علم أنه سيرسل أولئك قال للناس: اهدأوا ولا تقولون شيء، إذا أتوكم مراسيل ومناديب عثمان فاهدأوا في تلك الفترة. فهدأوا، جاءوا الصحابة ما لقوا شيء، ودأوا الأرض سكون والناس مستقرون والأمر يمشي كما يراد. ثم عادوا وأخبروا عثمان بما رأوا. بعث عثمان كتاب إلى الأمصار يقول لكم: عثمان اقترب موسم الحج، فمن كان له مظلمة أو ضرب أو أخذ حقه فليأتني فليأخذ حقه مني أنا، حتى لو ضربني وحتى لو أخذ مني أنا، وعليه
أن أتكفل بمصاريف ونفقت وتكلفة حجه وذهابه. أقبلوا عليه في الحج واجتمع بهم في منى فما اشتكى عنده ولا واحد. كان عبد الله بن سبأ يقول لا تقدموا لعثمان شكوى فإنه لن ينصركم. طبعا فكر في طريقة ثالثة بعد الحج، جمع كبار ولاة الأمصار، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وسعيد بن عاص. قال للناس أخبروني ما الأمر، أصدقوني. قال له معاوية بن سفيان يا عثمان يا أمير المؤمنين، هذا أمر يدبر بليل، ونحن نجزم أن وراء الأكمة ما وراءها فيه من يعمل خلف الستور، وإنني أوصيك يا عثمان أن نبحث عن رؤوس الفتنة وأن تقطع رؤوسهم. التفت علي عثمان قال والله إنما قلته حق، ولكن والله لن أفعل. قال ولماذا لا تفعل؟ قال والله لن أفعل، ولقد عهد إلي رسول الله عهد وإني صابر عليه حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والله ما أقتل أحد. استمر الأمر حتى شهر شوال سنة 35 هجرية، هذا الشهر بداية تحرك الناس للحج. عبد الله بن سبأ رتب 3 جهات، الكوفة، البصرة، مصر. ما استطاع على الشام ولا الحجاز طبعا لأنها قوية، فيصبح عددهم من مصر والكوفة والبصرة كم؟ 1800. أتوا طبعا لهم أكيد أنصار، لكن هذول الذي ذهبوا يريدون كأنهم يريدون حجا، فبدأوا يذهبون. عند نهاية شهر شوال وبداية ذي القعدة وصلوا فحاصروا المدينة، وقفوا على حدودها ونزلوا على بعد ميل أو 2. طبعا علي رضي الله عنه كان موجود، الزبير كان موجود، طلحة كان موجود، الحسن، الحسين كانوا موجودين، لكنهم لا يعرفون عن ماذا يخطط. بدأوا يبعثون طبعا الناس إلى المدينة. عبد الله بن سبأ يقول روحوا ادخلوا، يريد أن يتأكد هل فيه جيش أو لا. فكان يبعث على كل ناس، يعني من الكوفة يبعث مجموعة ويرأسهم رجل، من مصر يبعث مجموعة ويرأسهم رجل، وكذلك من البصرة. كل مجموعة يبعثهم يقول مثل لأهل الكوفة إذا دخلتم فقولوا نريد أن نولي الزبير. شوفوا كيف تلاعب على الناس، يعني ما وحدهم قال اختاروا خليفة، لا، حتى المجموعات الثلاث أرسل كل مجموعة وهم مختارون خليفة واحد. أهل الكوفة قال اختاروا الزبير، وأهل البصرة قال اختاروا طلحة، وأهل مصر قال اختاروا علي. بعث أشخاص سفراء، كل مجموعة توجهوا يريدون يرشحون شخص. وقف عند علي مجموعة قالوا لعلي نحن نريد أن نختارك أنت خليفة وأن نعزل عثمان. وأتوا عند الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وأتوا كذلك عند طلحة، وكان رد الصحابة كلهم رضي الله عنه ردا واحدا. قال لهم علي رضي الله عنه أرجعوا فلا صحبكم الله تعالى، قد علم الصالحون أن هذا الجيش ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أن رسول الله حي للعن هذا الجيش الذي تريدونه أنتم. وذهبوا للزبير فرد عليهم نفس الرد، وكذلك ذهبوا لطلحة فرد عليهم نفس الرد. طبعا لما رجعوا لعبد الله بن سبأ يقولون قد رأينا علي وقد لبس عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وتقلد السيف. عبد الله بن سبأ لما سمع هذا الكلام خاف، وعلم أن الناس بدأوا يشعرون بالخوف، بدأت المدينة تشعر أن الأمر انتهى وزال. الناس رجعوا خرجوا، ولكن بقي مجموعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه يقول خشيت أن أخرج لأنني ما زلت أعتقد أن الفتنة ما زالت تدور رحاها. خلاصة الأمر انصرف أهل العراق وانصرفوا كلهم، ولما انصرفوا أراد الرجوع. خرج رجل من بينهم معه كتاب رسالة، وبدأ ينادي في الناس يا أيها الناس إن معي رسالة من أمير المؤمنين إلى عامله في مصر، ورسالة إلى عامله كذلك في الكوفة، ورسالة إلى عامله في البصرة. أصل الأمر مكشوف، هل عهدتم أن رجل يأخذ رسالة سرية من الخليفة ويأتي عند الناس يقول ترى معي رسالة من الحاكم أو الخليفة؟ فكان الختم ختم عثمان مزورا. ثم اجتمعوا عليه الناس لبي نعرف وش الأمر. أنا أقول حقيقة المجني عليه ليس عثمان فقط، والله والله إن الأمة كلها جني عليها. مسكوا الرجل ثم أخرجوا الرسالة، فإذا مكتوب في كل رسالة من عثمان بن عفان إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح إذا رجع هؤلاء، يقصد الذين دخلوا، وعادوا إليك الثائرون فاقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
وأصلبهم في جذوع النخل واقتلهم أمام الناس. طبعا هنا دبت الثورة وأصبحت الفوضى. فجأة طبعا عادت الناس، قالوا والله لنرجع ونحاصر المدينة ونقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سبأ الآن اختفى تماما، لأنه علم أن الموضوع سيصل على ما خطط له وما يريد. قيل أول ما دخلوا الناس الثائرون إلى المدينة استيقظ الناس على صراخهم الله أكبر الله أكبر، وقام الناس ماذا وش الأمر؟ انتشروا في المدينة وبدأوا يقتربون من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ الحصار على بيت عثمان. لما بدأ الحصار جمع عثمان كبار الصحابة وقال أشيروا علي، الأمر كما ترون. قال له علي بن أبي طالب وكبار الصحابة نقاتلهم يا أمير المؤمنين. قال عثمان لا والله لا أفعل. فقال ليس لهم إلا القتال. قال والله لا أفعل. ودخل عليه الأنصار زيد بن ثابت فقال يا أمير المؤمنين إن معي الأنصار عند الباب في الخارج لبسوا السلاح، يقولون قد كنا أنصارا مع رسول الله ونحب أن نكون أنصارا معك اليوم، نريد أن أخذ الأمر مرتين ونكون أنصارا مرتين. قال لا والله ما أفعل. فأرسل إليه معاوية بن أبي سفيان، كان معاوية في الشام، قال يا أمير المؤمنين احضر إلينا فنحن في منعة نحميك ونحافظ عليك، تعال عندنا. قال والله ما كنت أترك جوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع عنقي، وأنا أصبحت في هذا العمر ثم تحب لي يا معاوية أن يقول الناس عني؟ خرج خائفا، والله إني لأستحي من الله. قال معاوية إذا نرسل لك طيب جيش يحميك الجيش في المدينة. قال ما كنت لأفزع وأفزع أهل المدينة بجيوش تأتي من خارج المدينة. قال إذن والله لتقتلن. قال أعلم ذلك، حسبي الله ونعم الوكيل. اجتمع عليه الصحابة وخرجوا على عنده ومعهم علي رضي الله عنه. قال علي طبعا كان يجهز الجيش، فقال المغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وطلحة يا أمير المؤمنين نحن نخيرك بين ثلاثة أمور يوم اشتدت الفتنة. الأمر الأول إما أن تلبس لباس الإحرام وتخرج وتقول إني محرم كأنك تريد الحج فإنهم لن يوقفوك، بيحترمون الإحرام اللي عليك. أو الخيار الثاني إما أن تخرج إلى الشام لتلحق بمعاوية بن أبي سفيان فيحميك، وإما أن تأذن لنا فنقاتلهم. فقال والله لا أقبل واحدة منها أبد. أما الخروج بلباس الإحرام فإنهم هم أصلا يرون أنني ضال فلن يحترموا إحراما ولن يبقوا لي قدرا، وأما قضية خروجي إلى الشام فلا أترك جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أن عثمان خرج هاربا وترك مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الثالثة فوالله لا أقاتل أبدا. سؤال، أنا بسأل سؤال وأجيب، لماذا عثمان لا يريد القتال؟ ليش؟ هل عثمان خائف؟ أو هل عثمان ما عنده جيش؟ وش السبب؟ ما الحكمة أن عثمان رفض قتالهم مطلقا؟ لا يريد أن يكون دماء المسلمين تهتك على يده. الإجابة اسمعوها في رسالة عثمان. عثمان أرسل إلى ولاة الأمصار الذين طلبوا منه أن يقاتلهم بقوة، قال لهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم، قال قد سمعت ما أشرتم به وإن لكل أمر باب، وإن باب هذا الأمر اللين والمؤاتاة والفتنة، أنا أرى أنها لا تفك بالقوة وليست مدخلها القوة، وإن هذا الباب لو فتحناه لن يغلق، وإن هذا الأمر الذي يخافه على هذه الأمة كائن سيكون. يقول أنا أعرف أن الأمر كائن سيكون، فإذا كان الباب سيفتح فليفتح وليس لأحد علي حجة، فوالله إن رح الفتنة لدائرة وتقترب، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها. فقال علي بن أبي طالب اللهم إنك تشهد أنني قد بذلت جهدي لأنني لا أعرف ماذا أفعل. أول 20 يوم من وجود المحاصرين في المدينة دخل، طبعا اليوم الأول دخل ذي الحجة طبعا، وبدأ موسم الحج يقترب، وبدأ الحصار يضيق على بيته حتى منعوه الماء والأكل، فاستحلفهم بالله فأدخلوا عليه ماء مالح وماء نتن ومنعوه من الطعام، وبدأ الحصار يشتد على عثمان. وعمره وقتها كم كان؟ 82 سنة. طبعا الحصار هذا كان 20 يوم فقط، واجترأوا عليه وضيقوا عليه،
كانت أمهات المسلمين أمهات المؤمنين أم حبيبة وصفية يهربون الماء تهريب إلى عثمان. أم حبيبة مرة أرادت الدخول على عثمان فوجدوا معها ماء فقطعوا زمام ناقتها ثم سقطت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام من على الدابة حتى ما سلمت من تلك الفتنة وبدأوا يرفعونها فأصبح يدخل عليه الماء علي رضي الله عنه وأرضاه. عثمان يتحمل يقول والله لا ألقى الله بدم امرئ مسلم والله لا أكون سبب في دم امرئ مسلم يراق بأي حال من الأحوال فتنة. وبدأ يتذكر مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أن تصبر لما جاء أبو موسى الأشعري ودخل عليه أبو بكر تعرفون ثم عمر ثم عثمان وبشره الرسول بالجنة وفتنة تصيبه يصبر عليها. كلما جاء أحد يدافع عنه الحسن الحسين علي رضي الله عنه الزبير طلحة قال ارجعوا ردوهم والله لا أقاتل أبدا ولا أحد يدافع عني ففروا. كان يجود بنفسه فتجرأوا عليه الثائرون حتى قال لها أحدهم شاف عثمان طالع المسجد قال يا عثمان والله لا أقتلنك ولا أحملنك على ناقة جرداء ولا أجرنك في شوارع المدينة. ومرة خرج يخطب على المنبر في المسجد واتكى عثمان على العصا عصا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أحد الثائرين وأخذ العصا من يد عثمان سحبها وهو يخطب سحب عصا عثمان وكسرها على ركبته. أول ما كسر عصا رسول الله عليه الصلاة والسلام على ركبته دخلت كسرة من الخشب شظية صغيرة في رجله. يقال أن هذا الرجل انتشرت الآكلة في رجله وقطعت رجله وفي رواية أنه مات من سبب هذه الخشبة التي دخلت في رجله. طبعا أصبح عثمان دخل في البيت مرة أخرى وأصبح عليه حصار شديد حاصروه. لما اشتد الحصار وجاء يوم الجمعة قيل يوم الجمعة وقيل الخميس ليلة الجمعة كان عثمان يسمع صوت الناس في المسجد من خلف الباب. بدأ ينادي الناس في المسجد بدأ ينادي الصحابة قال أيها الناس أفي المسجد أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ردوا عليه قالوا اللهم نعم. يقال أن هذه آخر كلمة ألقاها عثمان رضي الله عنه ثم جلس ينادي قال أيها الناس أفيكم الزبير؟ قالوا نعم. قال أفيكم طلحة؟ قالوا نعم. قال يا أم المؤمنين يا عائشة أتسمعين كلامي هذا؟ قالت اللهم نعم إني أسمعك. هي كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أيها الناس إني أناشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله قال من يشتري بئر رومة يسقي منها المسلمين فاشتريتها من صلب مالي وسقيت منها المسلمين ففرح بها رسول الله وشهد بها بالجنة لي أشهدكم بالله هل حدث ذلك أو لا؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم لك الحمد اللهم فاشهد. فقال أيها الناس وأنا اليوم أمنع حتى من أن أشرب الماء. ثم قال أيها الناس أناشدكم بالله أما سمعتم رسول الله يقول من يزيد في بيت الله ويبني بيت الله ويزيد فيه وله بذلك بيت في الجنة فاشتريت دار فلان من حر مالي ووسعت بها مسجد رسول الله واليوم أنا أمنع من الصلاة في مسجد رسول الله. قالوا اللهم نعم. ثم قال أيها الناس قال أسألكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على منبره فقال من يجهز جيش العسرة؟ فلم يقم أحد فقمت أنا فجهزتهم. فقال رسول الله ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك؟ قالوا اللهم نعم اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. قال وما لي اليوم أمنع أن أقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم بكى وبكى الصحابة فقال أين الزبير؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين هو خلف الباب. قال أناشدك الله أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان بن عفان حبيبي في الدنيا والآخرة عثمان بن عفان من أهل الجنة؟ فقال الزبير أشهد بالله أنني سمعتها. فقال الحمد لله. فقال يا طلحة؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين. قال أناشدك الله جل وعلا أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يقول ليأخذ كل منكم بيد جليسه فأخذ كل منكم بيد الذي بجواره وقام النبي وأخذ بيدي
وقال عثمان جليسي في الدنيا والآخرة: أتشهد بهذا يا طلحة؟ قال: اللهم نعم. قال: الحمد لله. ثم قال: أناشدكم بالله، هل سمعتم أن رسول الله وقف على أحد وارتجف الجبل وقال: أثبت أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين، فهذا أبو بكر الصديق والشهيد الأول عمر وأنا الشهيد الثاني. قالوا: نشهد أننا سمعنا. قال: اللهم لك الحمد، شهدوا لي بالشهادة، شهدوا لي بالشهادة. ثم قال: يا أم المؤمنين، يا عائشة، يا زوجة رسول الله، أما دخلت علينا أنا ورسول الله وقد وضع قدمه على فخذي والوحي ينزل عليه وأنا أكتب له الوحي وهو يقول: أكتب يا عثيم، أكتب يا عثيم؟ فقالت عائشة: أشهد لك والله بذلك. فقال: الحمد لله. لماذا أقتل إذن؟ لماذا يقتلونني هؤلاء؟ أفتكت في أحد منهم؟ أو رددت عن ديني؟ أو أخذت منكم مظلمة؟ ألا فاشهدوا يا أصحاب رسول الله أني بريء حتى تلقوني مع رسول الله. ودخل بعد ذلك فبكى وبكوا يريدون أن يدافعون عنه، لكنه منعهم رضي الله عنه. وبدأ عثمان يناشد الناس: إلزموا بيوتكم، وزاد الحصار، فأرسل رسولا إلى الثائرين فقال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: اترك الخلافة. قال: لا والله، لا أخلع سربالا. سربلني إياه ربي جل وعلا، لقد عهد إلي رسول الله عهد وإني موافي رسول الله عليه. تذكر هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: يلبسك الله قميصا فإن أرادوك فلا تفعل. يقول عبد الله بن عمر: جلسنا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يحدثنا عن الفتن، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي هذه الفتن لا تنجو ولا يكون على الحق إلا هذا الرجل. يقول: فمر رجل مقنع يلبس قناع، فرأيناه وقال: يكون معه وإنه ليقتل مظلوما في الفتنة. يقال قال: فخرجت، يقول عبد الله بن عمر، فأمسكت بهذا الرجل المقنع ونظرت إليه وأبعدت عنه اللثام والقناع، فإذا به عثمان رضي الله عنه وأرضاه. علي أرسل الحسن والحسين وقال: ابقوا على باب عثمان يحرسونه. ولما جاءت ليلة الخميس بعد أيام التشريق في اليوم 18 من ذي الحجة، بدأ الولاة يتحركون. معاوية بن أبي سفيان حرك جيش من الشام، والقعقاع حرك جيش من الكوفة، وعبد الله بن أبي السرح يتحرك من مصر، يريدون حماية الخليفة. لكن متى فات الأوان كما يقال؟ وفي ليلة الخميس، وكان عثمان صائما رضي الله عنه وأرضاه، كان صواما يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل أكثر الليل، وكان يختم القرآن في قيامه رضي الله عنه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في تلك الليلة، فإذا بالرسول يقول لي: يا عثمان، عطشوك يا عثمان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: جوعوك يا عثمان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: حاصروك يا عثمان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا عثمان، تحب أن تصوم غدا وتفطر عندنا ليلة غد أنا وأنت وأبو بكر وعمر؟ قال: نعم أحب ذلك يا رسول الله. قال: نعم أحب ذلك يا رسول الله. فاستيقظ وهو يضحك. في ثاني يوم الصبح نادى خادما عنده فقال: كنت قد عرقت أذنك منذ سنوات، خذ أذني فعركها كما عرقت أذنك. فاستحى ذلك الخادم فلم يمسك أذنه. قال له عثمان: أقسمت عليك، أنا سألقى الله غدا، فخذ أذني فشدها
فأمسكها الخادم ولم يشتد عليها، فقال له: أشتد، فإن قصاص الآخرة أشد من قصاص الدنيا. وحتى اللحظات الأخيرة، فبدأوا يشعلون الحريق في بيته، وبدأ الصحابة يأتون من كل مكان من المدينة، وهو يقول: دعوهم، أقسمت عليكم أن تعودوا إلى بيوتكم. وبقي اثنين، الحسن بن علي وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وبدأ الثائرون يريدون أن يدخلوا، وجاءت زوجة عثمان نائلة فقالت له: يا عثمان، دعني أنزع حجابي لعلهم يرون شعري فيستحون مني ولا يقربونك. فقال عثمان: لا والله، لئن أقطع ويقطعون مني كل قطعة في جسدي أهون علي من أن يؤخذ من شعرك شعرة. فدخل الثائرون على عثمان، فإذا بعثمان يقرأ من القرآن العظيم ويمسك بالمصحف الشريف، فإذا به يقرأ قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم جلس ودعاهم ونهاهم عما يفعلون ولم يمتنعوا، وقرأ قول الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأصيب يومئذ 4 من شباب قريش، وهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن حاطب ومروان بن الحكم، وقتل المغيرة بن الأخنس ونيار بن عبد الله الأسلمي وزياد الفهري. واستطاع عثمان أن يقنع المدافعين عنه وألزمهم بالخروج من الدار، وفتح الباب رضي الله عنه، وفتح المصحف وأخذ يقرأ، فإذا برجل من المحاربين، فلما رآه عثمان قال له: بيني وبينك كتاب الله. فخرج الرجل وتركه ودخل في بني، ودخل رجل آخر يقال له الموت الأسود، فخنق عثمان قبل أن يضربه بالسيف، فرفع السيف فألقاه عثمان فقطع يده. قال: أما والله إن كفي هذه خطت المفصل من القرآن الكريم، وانتثر الدم على القرآن على قول الله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم جاءت زوجته نائلة تدافع عنه، فقطعوا أصابعها، ثم جاء رجل منهم بحديدة فضربه على كتفه، ثم سقط رضي الله عنه، فقال: اللهم لك الحمد، صدق ربي الله. وأغلق المصحف وامتلأ دما، فقال: يا ذا الجلال والإكرام، أشهدك أنني صبرت كما أوصاني نبيك صلى الله عليه وسلم. فكف يديه ثم أغلق بابه، وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي. فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل؟ وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل؟ ثم قال: يا ذا الجلال، أشهدك أني صبرت كما أوصاني نبيك. فقتل في اليوم 12 من ذي الحجة، والذي دفنه علي بن أبي طالب دفن في البقيع، دفن ليلا، وقف علي على قبره وبكى فقال: أسأل الله أن أكون أنا وأنت يا عثمان ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال: رحم الله عثمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قيل له، أي لعلي: إن القوم نادمون. فقرأ قول الله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. والزبير بن العوام لما علم بمقتله قال: رحم الله عثمان،
وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له: إن القوم نادمون، دبروا ودبروا. ثم قال: حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. وطلحة بن الزبير لما علم بمقتل عثمان قال: رحم الله عثمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل: إنهم نادمون. قال: تبا لهم، وقرأ قول الله: ما ينظرون إلا صيحة، صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وسعد بن أبي وقاص لما علم بموته ومقتله قرأ: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم قال سعد: اللهم أندمهم وأخرسهم واخذلهم ثم خذهم. ذكر ذلك الطبري في تاريخه. واستجاب الله دعوة سعد، وكان مستجاب الدعوة، فقد أخذ كل من شارك في مقتل عثمان بن عفان مثل عبد الله بن سبأ والغافقي بن الأشتر وحكم بن جبلة وكنانة وغيرهم، حيث قتلوا فيما بعد.